اعتقلت الشرطة الفرنسية في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد 26 غشت الفنان المغربي سعد المجرد بمدينة سانت خوبي الفرنسية بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية من أصول مغربية في عقدها الثاني بالضرب وهو تحت تأثير المخدرات. وجاهد الاعتقال من بعد ما تقدمت الفتاة الشابة بشكاية لدى الدائرة الأمنية، الشيء اللي دفع بالشرطة إلى إيقافه من المكان اللي كان كينزل به لتحقيق معه من أجل الكشف عن حقيقة هذه الاتهامات. وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، فالمجرد البالغ من العمر 33 سنة رهن الاحتجاز لمدة 24 ساعة، ومن المنتظر أن يطول اعتقاله على خلفية تورطه في قضية مماثلة بباريس. من المنتظر أن تقوم السلطات الفرنسية بنقل الفنان المغربي سعد المجرد خلال الساعات القليلة المقبلة من منطقة سانت خوبي جنوب فرنسا إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد الاستماع إليها وللشابة اللي كتتهم بالاعتداء عليها بالضرب. وحسب مصادر شوف تي في، فمن المحتمل أن يتم وضع المجرد بسجن فلوغي مرة أخرى بعد كسره للشروط الخاصة بالسراح المؤقت في قضيته مع لغة بخيولة، مشددا في الوقت نفسه أن هذا المستجد قد يجعل القضاء الفرنسي يسارع في عقد أول جلسات المحاكمة. ومعلوم أن سعد المجرد كيتمتع بالسراحة المؤقت على خلفية متابعته بتهمة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية قبل نحو سنتين.